تعالوا مع بعض بقى نشوف وصفة التشيز كيك بتاعتنا النهاردة على نظام الكيتو. تشيز كيك بقى عندنا ايه بقى؟ عندنا دقيق لوز، كوباية من دقيق اللوز، وممكن كمان كوباية الا ربع على حسب حجم الصينية اللي انتوا هتعملوها. زيها بالظبط دقيق جوز هند، زيها بالظبط جوز هند يعني مبشور. خلاص دقيق اللوز لو مش متوفر بنجيب لوز ني ونضربه في الكبة لحد ما يبقى باودر زي ده، وجوز الهند بنجيبه بالطريقة دي ونحطه برضو في الكبة، بس نحاول تبقى الكبة ضيقة شوية فبيدينا الباودر ده. جوز الهند اهو ده كده مع قده بالظبط، يعني اهو دي جوز الهند حبة كمان زيادة بس، وقدهم دقيق لوز اهو. يعني احنا عملنا بولة ونص من دقيق اللوز، بولة ونص من دقيق جوز الهند، بولة من جوز الهند. هبتدي بقى اقلبه بالطريقة دي واحط عليه الزبدة السايحة. خلاص ونقلب. عايزينها تبقى، عارفين التشيز كيك لما بنعملها بالبسكتس واقول لكم عايزينها تبقى مرمله، هي دي برضو عايزينها مرمله. الوصفه بتاعت التشيز كيك ازاي؟ اول حاجه حطينا جوز الهند، دي جوز الهند مع دي اللوز مع جوز الهند المبشور مع زبده، نخلي الزبده تبقى مرمله. خلاص واهو بصوا بصوا خليناها عامله ازاي، هحطها زي ما هي كده في الفرن لحد ما يبقى لونها ذهبي وهسيبها. خلاص هنا بقى هعمل ايه؟ هنا هحط كريمة الحلويات نص كوباية مع السكر. السكر احنا لينا نوعين سكر في النظام ده، وانا قلته كذا مرة على صفحة الفيسبوك. خلاص ابتدي بقى كده ايه احط كده. بالطريقه دي ابتدي احط الكريم تشيز برضو. يفضل مضرب كهربا عشان انا عايزاها ناعمه قوي. واحط الساور كريم، كريم تشيز وساور كريم وسكر اللايت، ومعانا نص كوبايه كريمه. خلاص بس ايه معلقه صغننه اهو بس كده، وهقلب هقلب تقليبه صغيره. النسخه انا مش عاملاها بالطريقه دي، عاملاها بيضه خالص، بس الطريقه دي كمان حلوه جدا جدا اهي. هقلبها، فاضل مربة الفراوله هسيبها برده زي ما هي كده في صينيه التشيز كيك وهنفتحها مع بعض بكره. خلاص هنحط كده المربى اهي بالطريقه دي. بصوا يعني اظن مفيش احلى من كده وصفه